مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار مجلس الإدارة بإعطاء ترخيص لسيتي جروب العربية من أجل البدء بنشاطاتها الاستثمارية بالمملكة. هالترخيص بيتضمن التعامل بأنشطة التعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة بالأوراق المالية. هالخطة أتت بظل سعي المملكة إلى تقليص اعتمادها على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية بشكل خاص عبر تطوير الأسواق المالية. ومننتقل لشركة كوكاكولا الأمريكية يلي أعلنت عن نيتها إلغاء 1200 وظيفة، وذلك بسبب تراجع مبيعاتها بالربع الثاني من هالعام. هالإجراء بيبدأ هالعام ومكمل تدريجيا لغاية العام 2018، ومن المتوقع أنه يؤدي إلى 800 مليون دولار بصورة مدخرات سنوية. عموما الطلب على المشروبات الغازية لكوكاكولا وبيبسيكو لانخفاض مؤخرا بأمريكا الشمالية وأوروبا بسبب الامتناع المتزايد عن المشروبات السكرية عند المستهلكين. ومننهي من مجموعة كريدي سويس السويسرية يلي عم تخطط لرفع حوالي 3 مليار باوند من المساهمين بمحاولة لتعزيز قاعدة رأس المال. استطاعت المجموعة تحقيق أرباح بلغت 596 مليون فرنك سويسري بالربع الأول من هالعام، ويلي يعتبر تقدم كتير كبير بعد ما شهدت خسارة بقيمة 300 مليون فرنك سويسري العام الماضي. هيدي كانت أخبارنا اليوم، أنا بشوفكم بكرة.